يأملون أن يبتسم لهم المستقبل، يريدون لأحلامهم أن تقترب أكثر، ويقاتلون من أجل الفوز بمقاعد يرون أنهم يستحقونها. تقدموا للابتعاث من أجل دراسة الدكتوراه، أجروا الاختبارات، انتظروا النتائج، ولكن لم يترشح أحد منهم. وهنا بدأت أسئلتهم ومواجهتهم للمسؤول عن حرمانهم من الفرصة، كما يعبرون على طاولة يا هلا ستسمعون قضيتهم كاملة، وعلى الطاولة نفسها ستسمعون رد المسؤول كما عودناكم. كل الأماني أن تظل الأحلام حية، وأن يبقى الأمل مشتعلا، وأن نصل إلى حل واضح لكل الأطراف. على الرغم من كل التفاؤل الذي يملأ الوطن بحدوث نقلة نوعية لتنمية شباب المستقبل وإعدادهم لزمام مرحلة جديدة تأخذنا بعيدا نحو الحلم، لكن بين تحقيق الحلم ومواجهة الواقع أصبح طالب الدكتوراه كالكرة بين وزارة والجامعات الأهلية، حيث أن متقدمي الدكتوراه قد استوفوا جميع الشروط، وكان أملهم كبير في إكمال دراساتهم العليا وتحقيق أحلامهم، ويعود لخدمة الوطن بأعلى الشهادات التي تخدم الوطن والمواطن، وتتركز مطالبهم بابتعاثهم مباشرة لدراسة الدكتوراه وتوطين الجامعات الأهلية لتحقيق رؤية الوطن 2030. فعلى سبيل المثال في الجامعات السعودية، كشف آخر إحصاء رسمي نشره الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم أن نسبة حملة الدكتوراه السعوديين في الجامعات السعودية 46% مقابل 54% من غير السعوديين، وبلغ عدد السعوديين حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريس في 30 جامعة سعودية أكثر من 10,000 سعودي مقابل 23,000 من غير السعوديين. شكرا للزميل خالد العطاوي الذي أعد وكتب هذا التقرير، وشكرا للزميل مشعل النفيع الذي نقله لنا بصوته. يسعدني أن ينضم إلي من جدة للحديث عن هذا الموضوع طالب الدكتوراه الأستاذ أحمد العولقي، وسينضم إلي عبر الهاتف أثناء الحوار الدكتور جاسر الحربش، وهو وكيل وزارة التعليم لشؤون الابتعاث والمشرف العام على الملحقيات الثقافية. وقبل ما أستقبل أحمد أذكركم بس بالهاشتاج الموجود في تويتر، ابتعاث الدكتوراه في أهلا. شكرا لكل من أسهم، هذا الهاشتاج أمامكم على الشاشة الآن مثل ما تشوفون. شكرا لكل من ساهم في الكتابة وعبر عن آرائه، وننتظر أيضا كل تعليقاتكم من خلال هاشتاج أثناء الحلقة. أحمد حياك الله معنا في أهلا. يا هلا، أهلا وسهلا أخوي مفرح. أحمد، اليوم كيف تقدم قضيتكم وإشكاليتكم بشكل مبسط للجمهور والمشاهدين؟ بشكل مبسط، لو نعرف بداية البعثة بدأت في 2006، بدأت بنظام بسيط اللي هو شروط المعدل، شروط العمر، شروط امتداد التخصص بالنسبة للماجستير والدكتوراه. في 2016 تغير البرنامج بشكل جذري، اللي هو دخل شرط أساسي اللي هو وجود وظيفة على أساس تبتعث. فالجهات توفر من ناحية الوزارة، نحن ما نقدر نجيب جهات من عندنا، فبعض الجهات غير جادة، في عندها شروط خاصة بالذات للدكتوراه، لأن الدكتوراه جهات اللي تطلب دكتوراه جدا قليلة. ففي المرحلة 11 والمرحلة 12 لم يكن في جهات تطلب دكتوراه كثير، فكانت الوزارة تبتعث ابتعاث مباشر لمعظم الطلاب الدكتوراه. في المرحلة 13 اللي احنا فيها، اللي احنا قدمنا عليها، ما كان في احد، الوزارة جابت جهات جديدة اللي هي الكليات والجامعات الأهلية. الجامعات دخلوا تقريبا بشكل كانوا مجبرين فيه يمكن، او مجاملة للوزارة، فأثر الشيء هذا علينا نحن. الجامعات رفضت كل المتقدمين،
جامعات قبلت فقط المتقدمين اللي هم على وظائف عندها في الجامعة. جامعات كثيرة قبلت على مقعد واحد أو مقعدين لكل تخصص، فهذا أثر بأنه عدد المتقدمين كانوا 720، من 720 لم يوافق عليهم أو لم يم نعم كمل وافقوا على كم؟ لم يوافق عليهم غير تقريبا حوالي 20. اوف، و700 رفض. لحظه، اللي قدرنا نشوفه نحن من لحظه، يعني كلامك معناته نعم. انه في تقريبا 700 رفضوا تقريبا؟ نعم، لانه نحن ما حصلنا اي احد تكلم قال انه في ناس قبلوا كثير، يمكن قابلنا واحد او اثنين او ثلاثه من هنا وهناك، فما نقدر لانه عدد المقاعد اصلا يمكنها عدد المقاعد مفرح اصلا قليله. لما تيجي على الجامعه واحده عندها مثلا اربع اقسام مقدمه بها على الابتعاث، وكل قسم مثلا كرسي او كرسيين، مقعد او مقعدين. طيب ليش رفضوا كل الاقسام وكل المقاعد؟ عفوا احمد، ليش رفضوا بس علشان عدد المقاعد؟ نعم، ولا في اسباب ثانيه؟ الكثير لا ما في اصلا. المقاعد اللي تقدم عليها اللي قدموا عليها الشباب ليس لحد الان شاغره، ما حد قدم عليها، ما حد في يعني مثلا عندك جامعه الامير محمد بن فهد اللي هي جهتي انا. كمل اي اوكي، اللي هي جهتي انا اللي انا قدمت عليها 62، الوزاره ارسلت 62 مرشح على اساس انهم يقبلوا على اساس انهم يفاضلوا بينهم، ما قبلت ولا واحد من ال 62 رغم انه كان كل قسم تقريبا مقعد واحد فقط، ما قبلوا ولا واحد من المجموعه اللي هي 62. فالمقاعد اللي كانت مخصصاها الوزاره لهذه الجامعه لحد الان شاغره. طيب لحد الان شاغره. طيب احمد، نعم. مين الجهه المسؤوله في الوزاره عن هذا الموضوع؟ وكالة الابتعاث اللي هو رئيسها الدكتور جاسر الحربش. طيب اسمح لي، وراجعناه أكثر من مرة وتكلمنا معه أكثر من مرة، وش قال لكم؟ ما كان عنده أي حلول، كان يقول لنا الحل، قال عندنا الحل عندي صفر، أنا ما عندي ميزانية لكم. طيب أنا اسمح لي أحمد، أنا ما أقدر أسوي لكم أي شيء. طيب تبغوا أحمد، روحوا شوفوا المسارات الثانية. طيب اسمح لي أحمد، شو اسمه، نعم، أستضيف الدكتور جاسر الحربش معي عبر الهاتف وتسمع منه مباشرة ويسمعك وتنقل له مشكلاتكم بالضبط. دكتور جاسر حياك الله معنا في أهلا وشكرا لتجاوبك مع دعوة البرنامج. هلا وسهلا أخي مفرح. أهلا، أنا شاكر وأكرر شكري لكم. أنا ذكرت الأخ فعلاً من الإعداد، الزملاء والزميلات اللي اتصلوا أنه إحنا حريصين على مثل هالتواصل، أي طريقة للتواصل. جميل. المستفيدين بالنسبة لنا يعني هي مهمة، لأن توصل أي معلومة تكون غامضة، وأنتم طبعاً من أهم الوسائل التواصل مع الجمهور بشكل عام ومع المستفيدين والمتعاملين معنا في الوكالة. وبد احنا نشكرك جدا دكتور جاسر، وبأستأذنك اذا تسمح لي تسمع صوت احمد واسئلته وزملائه عن هذا الموضوع. طيب بعد طيب. اذنك. واجب هذا واجبنا طبعا. شكرا لك احمد. الدكتور جاسر الحربش يسمعك الان، تفضل وش تحب تقول؟ نعم، الله يسلمك، مساء الخير دكتور جاسر. جزاك الله بالخير، حياك الله اخويا. يا الله يحييك دكتور جاسر. زرناك أكثر من مرة في مكتبك وتواصلنا معك. صحيح. أول شيء أبغى رأيك أنت عموما في المشكلة اللي حصلت، اللي هي من الكليات والجامعات الأهلية. جامعات كثيرة رفضت جميع المتقدمين، جامعات قبلت فقط منسوبيها. إيش رأيك أنت بس في الشيء هذا؟ بنتكلم على بعدين في عدد المقاعد اللي هي مقعد واحد لكل تخصص. خليني أسألك فقط، في الجامعات اللي رفضت جميع المتقدمين لها، هل هذا الشيء مقبول؟ هل هذا يواكب نظرتكم أنتم في مسار وظيفتك وبعثتك؟ تفضل دكتور. شكرا، حياك الله. طبعا والله يحييكم في مكتبي وهو مكتبكم في أي وقت. احنا تشرفنا بلقاء مجموعة، أكثر من مجموعة، لقاءات مباشرة وعبر تويتر ووسائل التواصل الأخرى، وهذا مثل ما ذكرت واجبنا للتوضيح، وهذه أيضا فرصة إضافية للتوضيح من خلال برنامجكم. المبدأ الأساسي أنه أن نتعامل في مشروع الابتعاث في علاقة بين شركاء، بين الوكالة تمثل الوزارة كجهة تمويل للابتعاث،
وين الجهات اللي سوف تستفيد إن شاء الله من المبتعث بعد عودة المبتعث. والأخ أحمد شرح حقيقي شرح ممتاز في البداية عن منهجية مسار وظيفتك فيه. بالمناسبة هو مسار من أحد 8 مسارات، وهذا يمكن تطرق له في نهاية النقاش إن شاء الله، لأن هذه الحلول اللي احنا شرحناها لبعض الزملاء والزميلات تنطبق عليهم. لكن لو ركزنا على المسار اللي اتصل فيه الأخ أحمد، هو بالضبط مثل ما قال، هي علاقة موقعة اتفاقية شراكة بين الوزارة مع جهات متعددة. أعطيك أسماء: الخطوط السعودية، عدد من الجامعات الأهلية، الحمد لله وفق الله أشرفنا قادة البلد قبل شهرين وافقوا على أن الجامعات الحكومية بنظيم معين تدخل، ووقعنا اتفاقية قبل أسبوعين. اللي حدث مع الجامعات الأهلية هو ضمن اتفاقية الشراكة. الجامعة الأهلية تعرفون عندها مقاعد، أو على الصح عندها وظائف مخصصة تصرف عليها من ميزانية، الجامعة الأهلية. الدولة توفر على الجامعة الأهلية تكاليف الابتعاث من خلال مسار وظيفتك. لذلك احنا نتفقنا مع الجهات الجامعات الأهلية لترغب وحدد مقاعد وتخصصات. الاتفاقية مكتوب أن الوزارة تعلن الإعلان العام أساس مبدأ تكافؤ الفرص، والإعلان تم في شوال، يعرفون الزملاء. الحمد لله تقدم ناس يعني كثير، العدد اللي وصل المستحقين للابتعاث على مستوى المملكة لكل التخصصات وكل الدرجات كان تقريبا 43,000، وهذا عدد لو كانت المقاعد مفتوحة كان هذول كلهم يستحقون الابتعاث ضمنهم الأخ أحمد. لكن مثل ما تعرفون أنه إحنا مربوطين بمسار معين يحدد المقاعد، يحدد التخصصات. المقاعد اللي خصصت للجامعات الأهلية أنا أتفق مع الأخ أحمد أنها قليلة، لكنها في نهاية الأمر قرار لهم، هذه مقاعدهم. هذه الجامعة الأهلية عبارة عن مؤسسة يحكمها نظامها المالي، ما تقدر تصادق على مبتعث أحد تلتزم بتوظيفه بعد سنوات وهي ما عندها الوظيفة المخصصة له. أيضا ما تقدر الجامعة الأهلية أنها تلتزم أو تقبل أننا نبتعد واحد وهي بالنسبة لها الجامعة ما وافقت عليه من خلال المفاضلة المقابلة اللي عملتها، أو من خلال التقييم المبدئي اللي عملوه على الدرجات على الموزونة. في نهاية الأمر الجامعة الأهلية هي من تلتزم بتوظيف هذا الشاب والشابة لنفتخر حنا بتمويل ابتعاثه في الوزارة مثل أي جهات أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة مهمة جدا أنه علاقة الشراكة معرفة ومحددة، والزملاء والزميلات الذين يعني قدموا خلال فترة التقديم يطلع لهم التخصصات، يطلع لهم عدد المقاعد، وأي جهة من الجهات لها حق الرفض، لها حق الموافقة، ولها حق طبعا حق التقييم والمراجعة. وراجعنا حنا مع جهات، في جهات تم تعديلها. طيب. النقطة المهمة بالموضوع اللي بختم فيها بأساس أن الأعداد تكون واضحة، أن تقريبا سنويا أساس ما يفهم من المسألة أنها لأن الجامعات الأهلية مع عددها محدود، وبالتالي عدد مقاعد الابتعاث محدودة. لا، أن حقيقة لازال البرنامج سخي. تقريبا حنا ابتعثنا في العام الماضي ما يقارب 8,000، حنا الآن بنصل الرقم هذا السنة هذه إن شاء الله. نجهزين نجهز الإحصائية النهائية، عندنا تقريبا ما يقارب 3,500 مقاعد من القطاع الصحي، وهذه ابتعاث مباشر بالمناسبة. أنا نقولها من خلال البرنامج الآن. الابتعاث المباشر، عفواً دكتور، كم عندكم مقعد للابتعاث المباشر؟ في المسار الصحي 3,500، والخبر الجيد في المسار هذا أنه، وأنا أقولها هنا ومعلنينها حنا رسمياً ونقول نأكدها، أنه أي سعودي أو سعودية لديه قبول مباشر في المسار الصحي حتى لو ما قدم في فترة التقديم يحصل على الابتعاث مباشرة. بمعنى خلاص أبسطها لك، شخص عنده قبول في التمريض مثلا، لأن التمريض من التخصصات الحرجة بالنسبة لنا، يخدم الزملاء في وزارة الصحة، هذا نعطيها الموافقة بكرة إذا كان قبوله مباشر. نفس الشيء بعض التخصصات الطبية المساعدة، طبعا الزمالة الطبية. جميل. وش المطلوب منه؟ وش المطلوب يتقدم لكم ولا إيش؟ صحيح، عندنا حنا الآن البوابة مكتملة فيها 8 مسارات اللي أعلنت. مسار وظيفة بعثتي يعتقدون الناس هو المسار الوحيد، هو واحد من المسارات ويفتح مرة بس في الغالب في الصيف. طيب أنا أشكرك على هذه لو ذهبت لموقعنا بتحصل المسار الصحي المباشر، مسار النخبة، مسار المنحة الدولية. جميل. مسارات متعددة. أنا يعني أمنيتنا ونفرح ونتشرف أننا نبتعد كل واحد يتقدم لنا، لكن المسارات محددة. طيب دكتور، تفاصيل جميلة جدا واضحة. إذا تسمح لي أشكرك دكتور على هذه المعلومات، وبنتقل لأحمد. أحمد، سمعت إجابة الدكتور جاسر، وش تحب تعلق أو تضيف؟ وبكون شاكر لكم الاثنين إذا اختصرتم حتى نقدر ناخذ أكثر محاور ممكنة.
أنا كنت بعلق على النقطة هذه، ترى ذكر حاجات كثيرة وأبدا ما تطرق لنقطتي اللي هو إيش رأيه في جامعة ترفض جميع المرشحين. لحد الآن ترى ما جاوبني، ما سمعت منه إيش رأيه. قال أنا ما أقدر أجبر جامعة أو شيء زي كذا، جامعة تقبل اللي تبغاه. طيب خلك عند هالنقطة أحمد، لكن إيش رأيك في جامعة تخش البرنامج وما جاوبت؟ طيب أحمد خلك عند هالنقطة ونسمع إجابة مباشرة من الدكتور. وإيش رأيك يا دكتور في جامعة ترفض كل المتقدمين؟ خلينا نجاوب احمد. هذه نقطة مهمة، هذه صحيح، وانا قلتها بشكل عام واعيدها واوضحها اكثر. لما قلنا ان الجامعة هذه هي التي ستلتزم بتوظيف الشخص هذا، فعندها موضوعين، عندها موضوع هل الوظيفة موجودة فهم كاتبين ان عندي احتياج، والامر الثاني ان الشخص هذا من وجهة نظرهم هو مناسب ولا لا. الجامعة فيها مستقلة، جامعة اهلية فيها مستقلة، واعطيت افضل المرشحين ولها الحق في اختيار المرشح الصحيح، لها الحق في اختيار العدد اللي حددته، لا الحق ايضا في الرفض. يعني لابد نتكلم عن المنظومه بشكل كامل. يعني كل الجهات، الخطوط السعوديه وافقت على مجموعه ورفضت، شركه معادن وافقت على مجموعه ورفضت، الجهات اللي ملتزمه بتوظيف احنا نحترم رغبتهم، ولكن ما وقفنا احنا متفرجين، احنا اعطينا الزملاء والزميلات، يعرفون الزملاء والزميلات اللي من زملاء احمد اللي يزورونا كل ثلاثة، وانا اسعد اني اجلس معهم اي وقت يرغبونه. اننا نقول لهم على سبيل المثال، اعطيك مثال، اذا انت خريج ابتعاث معناته انك ما تحتاج لغه انجليزيه، يكفل لك النظام انك تدرس فصل واحد فقط على حسابك الخاص ونحق في البيت وفق مسار الالحاق. لو انت في مسار صحي عدد من التخصصات يشملها الابتعاث المباشر، لو استطعت تجيب قبول من مسار النخبه معلن، هذا كله في موقعنا بشكل مبسط. نعلم انه ما نقدر نقبل كل ونبتعث كل 42,000، هذه حقيقه، وهذه حقيقه يعني هي اعتقد انها منطقيه انه كل نظام في العالم عنده طاقه استيعابيه. طيب اوكي، انتم ما تقدروا تقبلوا قدمنا حلول بديله. طيب ما تقدروا تقبلوا 43,000، كم المتاح؟ كم اللي انتم قادرين تقبلوهم؟ الطاقه اللي ذكرتها في بدايه حديثي 7,000. 7,000؟ 7,000، هذا 7,000، هذا 7,000 اللي هو نسميه التقديم السنوي، لكن المسارات الاخرى مفتوحه. يعني خلي أعطيك مثلا مسار النخبة. بس يا دكتور إذا تسمح لي بعد إذنك يا دكتور، يعني ما تشوف أنه 7,000 من 43,000 متقدم يعني قليل جدا؟ لا أبدا. بالنسبة للأعداد محددة، بالنسبة للاحتياج اللي مع الجهات يعني ذات العلاقة موضوع سوق العمل، عدد منطقي جدا. حنا يمكن يعني الجانب المشرق من الموضوع أنه الحمد لله صار عندنا 42,000 مؤهلين، هذا يدل على يعني تميز شبابنا وارتفاع نسبهم في الاختبارات المحايدة، يعني الاختبارات القدرات والاختبارات حتى أحيانا المعيارية الأخرى، لكنها أيضا لدينا حنا يعني مقاعد محددة سنويا ما نستطيع تجاوزها، وليس من المنطقي أيضا أن نتضخم بمخرجات الابتعاث، وهذا بيأثر بعدين على موضوع التوظيف وغيره. حنا مرتبطين قطاعات، يعني تسمعون إن شاء الله قريبا أخوي مفرح مثلا مشروع ممتاز قادم ان شاء الله، موضوع مدينه، موضوع الطاقه البديله والمتجدده، مسار جديد مختلف يفتح للشباب من الجنسين، مسار جديد لموضوع الابتعاث الطاقه البديله والمتجدده. هذا اعلنتوا عنه ولا لسه؟ لا هذا ما اعلنا، هذا لاول مره تعلن عنه دكتور. صحيح. انا اشكر لك انك خصيتنا بهذا الموضوع. طيب دكتور، وانا ارجع لاحمد، اقول احمد اي حل نستطيع ان نخدم فيه من الحلول اللي ذكرناها لك اخوي احمد ولا زملائك، احنا بخدمتكم يوميا في مكاتبنا او من خلال وسائل البوابه الالكترونيه، يعني ساعدونا على اي حل يخدمكم. لكن احنا وضحنا النموذج اللي ذكرناه ادى الى وجود عدد قبل وعدد ما قبل. طيب. هذه يعني من الحقائق اللي انا اعرف انها ليست يعني ساره لكل الناس، لكن هذا هو الواقع اللي احنا نشوفه. جميل. طيب دكتور اذا تسمح لي بستاذنك وباطمع في وقتك زياده واطلب منك تبقى معي الى بعد الفاصل، ممكن؟ أبشر. طيب واستاذن احمد ايضا، احمد استاذنك واستاذن الدكتور انه نطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا ونسمع بقيه الاسئله اللي عند احمد والحلول اللي هم يطرحونها. فاصل ومكملين. حياكم الله من جديد معنا في أهلا، نتحدث عن ابتعاث الدكتوراه ومطالب مبتعثي الدكتوراه. ضيفي من جدة أحمد العولقي، وعبر الهاتف الدكتور جاسر الحربش. أرحب فيكم مجددا. أحمد، سمعت تعليقات الدكتور وإجابته، أبسمع تعليقك. نعم، ذكر أكثر من حاجة ما هي صحيحة.
أولا طلاب الدكتوراه اللي نحن الآن نطالب بالابتعاث المباشر، أصلا جميع الطلاب اللي قدموا على ابتعاث الدكتوراه وطابقوا الشروط 720. لو 720 من 7000 مقعد اللي يتكلم عنها الدكتور جاسر، هذه 10%. هل هي كثير أنه مرحلة كاملة دكتوراه يأخذ 10%؟ إذا يقول كثير، خلينا نشوف قد إيش العجز في الجامعات السعودية، في مراكز البحث العلمي، في التطوير. أصلاً هو لما يتكلم أصلاً يقول إنه الجامعات والوظائف حقتهم مجرد دكتور يعني مدرس في الجامعة، هذا فيه نقص في التفكير. الدكتوراه ممكن تكون كاستشاري، ممكن تكون كبحث علمي، ممكن تكون في التطوير والإنتاج في الشركات. الآن لو تصنع جوال، مين اللي حيطور الجوال عندك؟ ما حد حيطور غير المتخصصين في الدكتوراه. سبعمية، لو قلنا 700، لكن كل المتقدمين الآن وقدمنا طلبات بالابتعاث المباشر 160. هل 160 كثير انه يكونوا دكتوراه في مرحلة واحدة؟ يجاوبني الدكتور جاسر. ثاني شيء قال انه في الابتعاث النوعي للصحة اللي هو ابتعاث مباشر للصحة. هل في دكتوراه يا دكتور جاسر في الابتعاث النوعي للتخصصات الصحية؟ ما في، كلها بكالوريوس دبلوم وماجستير. ماني عارف هل في شيء ضد الدكتوراه في كل التخصصات؟ يقول لنا اللي طيب. إذا ما يبغوا يبتعثوا دكتوراه ويبغوا أجانب عندنا كثير في الجامعات السعودية والجامعات الأهلية، يقول لنا خلاص نعرف. لكن أما يقول لنا لا، نبغى نوطن المعرفة، نبغى نوطن التعليم، نبغى نوطن كل شيء، وإنه يبغى يماشي رؤية 2030، وبعدين يقول كثير وإنه ما عنده ميزانية لنا 160 من 7000 كثير علينا، يقول طيب. لنا يجاوبنا. طيب واضح أحمد. دكتور أحمد عنده سؤالين، يقول لك هل هو كثير أنكم تخصصون 7000 تخصصون عفوا 700 مقعد للدكتورة، وهل من ضمن اللي أنت ذكرتها في قطاعات الصحة في دكتورة ولا لا؟ تفضل. شكرا. نرجع نفس الموضوع، العدد مرتبط بالاحتياج اللي جاي من جهة، جهات الأهلية حددت الاحتياج واختارت. لكن مثل ما قلنا احنا ما وقفنا يعني بدون حلول. الجامعات الحكومية عملنا معها، وقعت اتفاقية ابتعاث الجامعات الحكومية اللي تغطي بالضبط النقطة اللي ذكرها الضيف. بس إذا تسمح لي دكتور، يا دكتور إذا تسمح لي، ترى أحمد الآن ما يتحدث عن برنامج الابتعاث كله، هو سؤاله محدد للدكتورة. صحيح أنا الآن بالضبط أنا الآن الكلام على بر على على المرشحين اللي يحملون الماجستير يروحون دكتوراه. حلو. ذكروا نقطة مهمة حقيقة، مهمة جدا، إنه هذول وين بيعملون؟ الأغلبية بيعملون بالجامعات سواء حكومية ولا أهلية. طيب. الأهلية احنا غطيناها بالاتفاقية هذه اللي عدد مقاعدها محدودة بسبب الاحتياج المحدد من الجامعات الأهلية. احنا ما وقفنا، احنا رحنا الجامعات الحكومية اللي تستوعب العدد الأكبر وفيها طلب أكثر، لكن بسبب صح وظائف المعيدين قل الابتعاث الجامعات الحكومية، فقدمنا الحل المقترح هذا اللي ساعدونا فيه الزملاء في وزارة المالية وزارة الخدمة المدنية، الحمد لله باركها المقام السامي. أطلقنا مسار ابتعاث الجامعات الحكومية. المسار هذا مفتوح لكل الناس، سوف يعلن خلال الفصل الدراسي الثاني، يعطي فرصة لأي واحد مع ماجستير تاج جامعة حكومية في التخصص المعلن يدخل بالمفاضلة ويرفع الاسم لنا ويبتعث الابتعاث من خلال هالجامعة هذه، بحيث أن الجامعة تضمن له الوظيفة بعد ما يخلص الدكتوراه. احنا نتكلم عن درجة علمية عالية مهمة جدا يحتاجها البلد، لكن لابد نحدد وين الاحتياج موجود. حددناه في الجامعات الأهلية وانتهينا، حددناه الآن في الجامعات الحكومية في البرنامج الجديد اللي أنا أتمنى ومتأكد طيب أنه بيختم بعض اللي ما وفقوا قبله. حلو. البرنامج الجديد هل بياخذ العدد اللي هو 700؟ أنا بقول لك الطاقة الاستيعابية اللي وقعناها قبل أسبوعين وهي معلنة بالمناسبة، أعلنت من وسائل الاتصال الطاقة الاستيعابية سنوية 2500 للدكتوراه. 2500 اي احنا اي الدكتوراه معلنه موجوده هذه، والان احنا يعني خلال شهر يبدا الترشيح. احنا نتكلم عن اليه ترشيح واضحه، مبدا تكافؤ فرص معلن للجميع، لكن ايضا نحترم الجهه التي ستوظف المرشح. طيب لحظة دكتور، يكون له أهمية. ممتاز دكتور، بس عشان نستفيد من الوقت، أحمد وش رأيك؟ الدكتور يقول الآن إنه هم عندهم برنامج جديد حيبدأ مع الفصل الدراسي الثاني ويستوعب 2500 من خريجي الدكتوراه مو بس 700، تعليقك؟
تعليقي أول شيء أنه بيقول أنه البرنامج هذا ممكن يغطي. البرنامج هذا موجه للجامعات، نفس الجامعات اللي كانت تبتعث موظفينها للخارج الآن حتبتعث نفس موظفينها للخارج بس على حساب الوزارة، ما في شيء جديد. لا يقول لي مسار جديد، هذا يضحك على واحد غيري، أنا ما أقبله. غير الموظفين، لا ما في غير موظفين. أول شيء ترشيح من دكتور جاسر؟ ترشيح من؟ ترشيح من؟ من اللي يرشح الطالب؟ هذا اللي وافق عليها المقام الثاني يا أخي، لغير الموظفين. نقدر ان انا بسالك الان، طب انا جاهز جاوبني، مين اللي رشح الطالب؟ مين اللي رشح الطالب؟ لا لغير الموظفين، انت تكون صوره هذا مسار. انا سامعك، انا ابغى جاوبني على السؤال، مين اللي رشح الطالب؟ يا احمد صل على النبي، اسمعني الحين بسمع عليه الصلاه والسلام. انا ابغى جاوبني، مين اللي رشح الطالب؟ تفضل دكتور، مين اللي رشح الطالب؟ ممتاز. كل جامعه سوف تعلن، يقدم كل مرشح على الجامعة، والجامعة تختاره، تطبق عليه معايير اختيار المعيد. هي لن تعين معيد الآن، يعني على سبيل المثال تجي جامعة الملك سعود تقول أنا اخترت 100، هذول هم أفضل 100 في التخصصات تحتاجها الجامعة، من حمل البكالوريوس يا وزارة التعليم، هذول أنا ما أقدر أوظفهم الآن، أنتم ابتعثوهم، وبعد 4 سنوات بعد ما يحصلون الدكتوراه أنا أضمن لهم جامعة الملك سعود وظيفة الأستاذ المساعد وأعينهم. هذا هو مسار ابتعاث الجامعات الحكومية، هذا مسار موازي للمسار الابتعاث الحالي اللي تكون فيه الجامعات. طيب، لكن لأنه وصلت المعلومة الآن، لما ترشح الجامعة ترى مهم تكون واضحة أخوي مفرح. حالي دكتور جاسر، أي واضحة الآن لما ترشح الجامعة الحكومية. أي وصلت المعلومة الآن، لما ترشح الجامعة حتى لو ما كان موظف هترشح ناس من عندها هي. الآن يجب عندنا يجب 4 جامعات متهمة بالتوظيف الأقارب، 4 جامعات تحت الاتهام بتوظيف الأقارب، وانت عارف مين هم. فهل تتوقع انه حيكون في مفاضلة بيننا وبينهم؟ ما في. اولا نحن تقدمنا على برنامج وظيفتك وبعثتك وجبنا كل الشروط حقتها ما عدا الوظيفة هذه صار فيه خلل من الجامعات نفسها، وانت نفسك ما نكرت الشيء هذا مع الناس اللي قابلتك، وارجوك انك ما تنكر الان. الخلل جاء من الجامعات نفسها. لما تيجي جامعة واحدة تقول 62 طالب ما فيها ولا واحد كفو انها يكون موظف عندها، اعذرني، واحد من المرشحين لهم حسن السعود ماجستير هندسة مدنية، المعدل حقه في الماجستير 4 من 4 من جامعة أمريكية، القدرات حقته 92 من 100، عنده 5 قبولات، 4 في أمريكا و1 في بريطانيا. الولد جاهز يبدأ الدكتوراه حقته في سبتمبر الجاي. تيجي جامعة الأمير محمد تقول له ما هو كفو، أعذرني معليش. جامعات كمان عندي كثير، انا يا ريت تسمح لي الوقت انه اقدر اقولهم. طيب خلنا نسمع اجابه الدكتور يا انتوا اقمتوها على الدخول. طيب خلنا نسمع اجابه الدكتور على مداخلتك، تفضل دكتور. احنا نثق ثقه عاليه جدا زملائنا في الجامعات الحكوميه، وان الاتفاقيه اللي وقعت قبل اسبوعين انها تتنفذ باعلى درجات من الشفافيه والمصداقيه، اضافه الى المراجعة اللي نحن نعملها، الإعلان بيكون واضح للجميع، تخصصات وسط احتياج الجامعة، والمجال مفتوح لأي، لا سمح الله إذا كان في أحد يعتقد أنه رشح في شخص أفضل منه. لكن بالنسبة لنا حنا مسار الابتعاث هذا عرف منذ تأسيسه حتى اليوم بأنه يعطي الفرصة للأفضل، ولذلك حنا أنا حريص يعني وأفرح لو حصل يوميا نطلع عندكم، لأنه ما عندنا شيء نغطيه. حنا نتكلم عن مسار واضح معلنة تفاصيله للجميع، واي فرص حلول قدمها اضافيه نعلنها، مثل ما احنا نعلن تقريبا كل شهر عن مبادره جديده لمنح مزيد من الفرص. وانا ان شاء الله اتمنى يعني اختم في مداخلتي بدعواتي وامنياتي للاخ احمد وزملائه وزميلاته اللي شرفونا وقابلتهم او قابلهم بالفترات الماضيه، اتمنى لهم كل توفيق، اتمنى ان شاء الله انهم يكون لهم نصيب في المقاعد 2500 او في المسارات الاخرى، اي مجال احنا نخدم فيه ويساعدنا فيها النظام ان خدمتهم شرف لنا، نعتبر ان هذا يعني اقل الواجب، نعتبر ان احنا محظوظين ان محطوطين هالمكان هذا ان نخدم برنامج يحمل اسم قادم الحرمين الشريفين. طيب، وان شاء الله ان كل مره نطلع معكم نعطيكم اشاره مسار جديد ان شاء الله الباص البرنامج. طيب باذن الله دكتور جاسر، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في اهلا. احمد تبقى معي، بطلع فاصل وارجع اكمل معك بعد اذنك.
حياكم الله في الجزء الأخير من يا هلا، نتحدث عن ابتعاث الدكتوراه في يا هلا. نذكركم بالهاشتاج. أشكر الدكتور جاسر الحربش اللي كان معنا قبل شوي على تجاوبه وعلى يعني توضيحه لكثير من الأمور، وأرحب مجددا بأحمد العولقي ضيفي من جدة. أحمد، سمعت كلام الدكتور جاسر وهو طرح واحد من الحلول، يقول إنه حيفتحوا مع الفصل الدراسة مع الفصل الدراسي الثاني عفوا 2500 مقعد لطالبي الدكتوراه في الجامعات الحكومية. هل هذا يعتبر حل مرضي وجيد بالنسبة لكم أم لا؟ لا أبدا، غير حل، غير مرضي، غير مناسب لنا أصلا. ليش؟ إحنا قدمنا على وظيفتك وبعثتك وهذا مسارنا، هذا كان مسار خاص بالجامعات. أنا أقول لك ليش، هذا كان مسار خاص بالجامعات. الجامعات تشوف من طلابها، من موظفينها، من أي أحد تقدر هي ترشح، هي اللي ترشح. لا 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 أحمد، إذا تسمح لي، إحنا قدمنا على الوزارة. يا أحمد، على ذمة الدكتور وفي اتصاله أنه لن يكون من المترشحين موظفي الجامعة نهائيا. الموظفين لا علاقة لهم بالتقديم، هذه على ذمة الدكتور. مو مشكلة، طيب مو من موظفينهم، حنشوف بعدين، بس مو مشكلة. على الأقل الترشيح من الجامعة، الآن الجامعة هي اللي ترشح. وإنت زي ما تعرف أخوي مفرح إنه نظام الجامعة جدا مختلف عننا، بس في نقاط كثيرة هو ذكرها أنا صراحة لازم إني أوضحها. طيب على السريع جدا، الجامعات الأهلية انتهينا منها. على السريع جدا، على السريع جدا، هو الجامعات الأهلية انتهينا منها. إيش انتهى؟ الجامعات يا إما رفضت الجميع، يا إما وظفت ابتعثت موظفينها، أو إنها ابتعثت واحد واثنين في كل قسم. ما انتهينا، ما دخلنا أصلا. نروح نشوف قد إيش في أجانب في الجامعات الأهلية وقد إيش البرنامج استقطب في السنة هذه. زي ما قلت لك ما توقع أكثر من 20 من 720. بعدين ما جاوب على كثير من الأشياء. الصحة، برنامج الابتعاث النوعي، ما جاوبني إذا كان في له دكتوراه أو لا. في الإعلان حقهم إنه ما في دكتوراه، دبلوم، بكالوريوس، ماجستير فقط. وكمان في مجالات مخصصة جدا محدودة. طيب ما وسع في نطاق الصحة كامل. طيب أحمد، طيب خليني أقول كمان حاجة. قال الفرصة للأفضل. خليني أقول النقطة هذه. قال الفرصة للأفضل في كليات المانع، واحد من المرشحين معدله 4 من 4 عنده خبرة في التدريس، درس إنجليزي في أمريكا، وتم بعد ما رفض تواصلنا مع الجامعة، مو نحن بس، الناس من الجروب تواصلوا مع الجامعة وكلموا الـ HR وقالوا فعلا أن الطالب هذا صاحب أعلى تقييم، ولكن الجامعة الكليات المانع اختارت واحد من موظفينها والأفضلية لموظفينها. والموظف اللي في الجامعة كان أقل منه؟ الموظف اللي في الجامعة كان أقل منه؟ كان أقل منه. طيب كان أحمد، كان أقل منه. إيش تبغى أكثر من 4 من 4؟ نعم. أحمد، أنا الوقت انتهى معي، بس بعطيك جملة أخيرة. الآن المطالبين بابتعاث الدكتوراه يطالبون بتفضل جملة واحدة. يطالبون بالابتعاث المباشر. نرجع لما قبل وظيفتك وبعثتك، كان النظام يكون على المعدل، على العمر، على امتداد التخصص. هذه الشروط اللي نحن طبقناها. نعم. كون الجامعات والجهات الخاصة هي اللي تخطئ، نحن ما نتحمل الذنب، ما نروح ندور مسارات ثانية مننا. نحن دحين أصلا عشان نوصل النتيجة حقت وظيفتك وبعثتك انتظرنا أكثر من 7 شهور. الآن نروح نستنى البرنامج يفتح ونروح نقدم عليه ونستنى متى النتائج تطلع، نقعد سنة وسنتين عاطلين عن العمل لحد ما نحصل لنا مسار واحد إنه يقبلنا. وغير كذا إنه مسار الجامعات خاص بالجامعات. وثاني شيء زي ما قلت لك أنا، إنه كل الدكتوراه ما هي محدودة فقط على الجامعات وعلى التدريس. نعم. نطاق الدكتوراه منتشر بالذات في التوجه العام للمملكة من ناحية رؤية 2030. نعم. إنه التوجه في تعديد الموارد الدخل، ولازم يكون في توجه للصناعة، والصناعة ما حيطورها غير خريجين الدكتوراه من ناحية الصناعة وهندسة وتكنولوجيا وكل. نعم. شيء. أحمد، فهذا، فأنا أقول لك أنا ماني راضي عن مداخلة الدكتور جاسر الحربش، لأنه ما جاوبني على حاجات كثيرة وكان مجرد إعلانات عن مسارات. جميل، وصل
الابتعاث. طيب اعلانات مسارات فقط وصل ما كان وصل رايك احمد الشافي. احمد العولقي شكرا جزيلا لك، شكرا للدكتور جاسر الحربش وكيل وزاره التعليم لشؤون الابتعاث والمشرف العام على الملحقيات الثقافيه. هذه القضيه امامكم دائما وابدا، فيها عودناكم انه نجمع الصوتين، نحاول نقدم كل الاطراف بحياد تام بشكل متوازي. تبقون دائما وابدا انتم الحكم. اشوفكم بكره في امان الله.